الإعلان عنه هو أن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخبنا الأول لكرة القدم الساعة 6 مساء هيكون بيعقد مؤتمر صحفي في أوتيل الإقامة، يعني بالنسبة لمنتخبنا الوطني هيكون في حديث عن المباراة اللي فاتت بالنسبة لمنتخبنا الأول أمام منتخب أنجولا، وكمان مباراة يوم الثلاث أمام منتخب الجابون، وأكيد هنشوف إيه التصريحات الخاصة من قبل مستر كيروش يعني عن الماتشين. أكيد الراجل يمكن ما ظهرش قبل اللقاء بسبب الإصابة اللي كانت عنده، ولكن أكيد في مؤتمر صحفي هيتكلم عن مباراة أنجولا، ممكن يتكلم عن كمان أهمية إن أنت ممكن تشوف عناصر زي ما كنا بنتكلم في الأول مرهان عناصر جديدة في مباراة الجابون، بما إنك كده خلاص أنت بتلعب بأريحية ما عندكش حاجة، أنت كده ضمنت التأهل فمحتاج تشوف عناصر جديدة، محتاج تشوف قفشة واحد من اللعيبة المتألقين في الدوري المصري. أعتقد ده كل ده هيبقى من خلال المؤتمر أو هيبقى الحديث في أسئلة المؤتمر، ولكن ما نسبقش يعني الحديث. لا إحنا حرقنا المؤتمر مش معقول، يعني إحنا قلنا لكم مؤتمر هيكون فيه مش محتاجين بس والله المؤتمر. فرصة أشكر زميلنا محمد طه اللي كان موجود في أنجولا، الحقيقة يعني عمل انترفيو مع مستر كيروش بعد انتهاء المباراة وحصولنا على النقطة اللي كنا يعني بنسعى عليها، ولكن كان في نقاط كتيرة جدا يعني كل اللي كان بيدور في أذهان بالنسبة لكل المشاهدين ومتابعين منتخبنا الوطني هو بصراحة طه يعني قرب لنا صوره، وكمان أكيد هنكون بنتابع المؤتمر الصحفي من قبل مستر كارلوس كيروش مديرنا الفني لمنتخبنا الأول لكرة القدم. طب بما إننا بنتكلم عن كرة القدم وأهميتها وصناعة الكورة، طب إيه اللي وصلنا لأفضل نتيجة فيها على المستوى اللي هو نبقى باصين تحت رجلينا، لا كمان نبقى باصين لقدام. قطاع الناشئين من اهم القطاعات اللي لازم كل نادي يكون بيسعى ان هو يكون بيوظف فيها افضل مدربين، بيكون بيهتم بيهم، بيكون عامل لهم تخطيط، يكون عامل لهم فكر وراسم لهم مستقبلهم هيكون عامل ازاي كل خطوه وكل جيل موجود في قطاع الناشئين. خلونا نروح للقاء مع الكابتن بدر حامد نجم نادي الزمالك السابق ورئيس قطاع الناشئين وحديث عن القطاع هناك واكيد كل التفاصيل الخاصه بنادي الزمالك على مستوى قطاع الناشئين. اول حاجه حبينا نعملها نعمل استراتيجيه مع مجلس الاداره، فاتفقنا ان احنا هنطور الاول المدرب، فكان تطوير المدرب ده اهم حاجه، عشان نطور اللاعب لازم المدرب يكون عنده اليه وعنده استراتيجيه وعنده برنامج محطوط لمده 4 سنين القادمين. فعملنا محاضرات للمدربين وعملنا سيشن كتير سواء في الملعب او في القاعات، عملت انا حاجه في الكوره، جبنا دكتور نفسي للمدربين زي يتعامل مع اللعيبة وكل الحاجات دي كلها، جبت دكتور أحمال من ضمن البرنامج بتاعنا، فكل الحاجات دي اللي هي كانت أهم حاجة تطوير المدرب عشان أقدر لما أديله برنامج عشان يطور اللعيبة يبقى هو أصلا عنده استعداد ومؤهل جاهز جدا. فدي كان من ضمن الحاجات الأساسية إن احنا نعملها المدرب. المدرب من ضمن الحاجات اللي عملناها المدرب إن هو يعني أي نعم المرتب مش كبير قوي، لكن المرتب بقى افضل من الاول بكتير، فدي حاجه مهمه جدا للمدرب انه يكون مستقر نفسيا. انا عملت معايير لاختيار المدرب اللي هيشتغل في اللي هيمسك الفريق، المدير الفني للفريق لازم يكون عنده اي لايسنس، المساعد بتاعه يكون عنده بي بالنسبه ل 2001 و2003 و2005، بالنسبه ل 2006 2007 لازم يكون عنده البي لايسنس اللي هو المدير الفني للفريق والمساعد بتاعه سي. بالنسبة لمدرسة الكورة عملت من بي وسي وانت نازل، فكل المدربين اللي موجودين في نادي الزمالك الحمد لله مؤهلين، وده الكاتيجوري اللي احنا اشتغلنا عليه المدربين. يعني بص احنا مش عندنا مجان كتير قوي السنة دي، لان احنا انت عارف موضوع القيد احنا انضربنا فيه السنة دي بسبب العقوبة اللي اتعملت في النادي. كله هي دي مشكلتي السنة دي، ان انا لما جيت مشيت مجموعة كبيرة جدا، عملت معايير للاختيارات الـ A والـ B والـ C، فالـ C مشي من نادي الزمالك، فعشان أجيب مكانه A فمعرفتش أجيبه ومعرفتش أسجله، فهي دي كانت المشكلة بتاعتنا السنة دي. لكن في لعيبة كتيرة مشيت من نادي معرفناش أسجلها، لأن التسجيل في الفريق الأول 5 لعيبة بس. إحنا مشكلتنا كانت مع كالترون السنة اللي فاتت قبل ما يفنش الموسم، إن إحنا كان عندنا لعيبة مواليد 2000 ومواليد 99 وكان لازم يشوفهم، فقعدنا عملت فريق الأمل واشتغلنا على فريق الامل لمده شهر لغايه لما اتفقنا مع كالترون ان هو هيجي يشوف الاولاد دول. فالحقيقه هو جه شافهم واختار منهم اللعيبه اللي هو سجلها في الفريق الاول، سيد نيمار واحمد زكي وسيف فاروق جعفر وحمدي علاء وكل اللعيبه ومحمد حمدي، دول كلهم مواليد 2099. لكن سيبنا لعيبه كتير قوي مشت بدون اي مقابل، لان احنا للاسف
كان التسجيل هم 5 لعيبة بس. طبعا في حسين فيصل مش راح سموحة، في احمد رضا راح بتروجيت، لا في لعيبة كتير قوي قوي ان الزمالك يندم عليها، بس مش بايدينا، ما كانش بايدينا. احنا اوريدي عندنا كان جيل قبل كده اللي احنا خدنا منه 5 لعيبة دلوقتي موجودين في الفريق الاول، متسجلين في افريقيا كمان، وعندنا جيل طالع مواليد 2002 2001 موجود في النادي برضو يقدر، ودول معمل لهم عقود. عندنا جيل محترم جدا 2003 ده عامل له حوالي 12 عقد اللعيبة عشان ما حدش يفكر انه يسيب النادي او يهرب او كده، كل الولاد دول معمل لهم عقود في النادي ما يقدروش يسيبوا النادي ويمشي. وعندنا لكن القضية كلها ايه، هل استراتيجية النادي ان انت هتصعد لعيبة من قطاع الناشئين يلعب فريق الاول على الاقل 2 كل سنة، هي ده هو دي قصة. احنا عاوزين النادي يبقى عنده فلسفة واستراتيجية انه كل سنة يصعد جزء لعيبة من ولاد النادي. كلمت الحقيقة مع الادارة وكلمت مع كابتن حسين لبيب وكابتن فاروق جعفر وكابتن حسين السيد وقالوا احنا معاك ومع فلسفتك وان شاء الله احنا بنصعد كل سنة 5 لعيبة. عندنا كان فكر موجود برضو وكان يعني مثال مصطفى محمد انه راح عارة برة وبعدين رجع تاني بقى نجم، لكن ده موجود واحنا اتفقنا مع الادارة ان اللعيب اللي مش هيتاخد هنطلعه ويكون اصلا له عقد في النادي هنطلعه اعاره ويرجع لنا بعد سنه او 2 يرجع على الفريق الاول دايركت. فالفلسفه موجوده يعني.